خلينا نروح لفقرة أخرى من فقراتنا لهذا النهار. اليوم فقرة الأستاذ رائد الدبعي. صباح الخير أستاذ رائد. أسعد الله صباحك وصباح كل السادة المستمعين بكل الخير أخي أبو كريم. حيا الله، صباح الخير دائما. وين رايحين؟ أي اتجاه تذهب اليوم؟ يعني اليوم سنزرع مزيد من الأمل من خلال إنجاز وطني تحققه جامعة النجاح الوطنية. ربما يوم أمس ذكرناه بشكل سريع، لكن من الهام للغاية أن نتحدث عنه بشكل أوسع في هذا الإطار. إذ استطاعت جامعة النجاح الوطنية أن تحصل على اعتماد الدولي لبرنامج الطب البشري من هيئة الاعتماد الدولي التبداد، والاتحاد الدولي للتوضيح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي هو منظمة عالمية تهدف إلى تحسين جودة تعليم الطب والرعاية الصحية عبر العالم، وتعمل على تحديد معايير التعليم الطبي وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا المجال. وهذا الاتحاد يهتم بتطوير البرامج التعليمية، والأهم من ذلك تقييم مؤسسات التعليم الطبي لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة. وبالتالي حصولنا على الاعتماد من خلال هيئة الاعتماد الطبي التبداد هذا يعتبر إنجاز وطني لمجموعة من الأسباب. أولا لأن هذا الاعتماد يعزز الجودة، إذ يساعد الحصول على اعتماد هذه المنظمة على تعزيز جودة التعليم الطبي وضمان تقديم تعليم ورعاية صحية عالية الجودة. ثانيا هذا يؤكد بأن جامعة النجاح الوطنية والتعليم الطبي بها يتوافق مع المعايير العالمية، إذ يساعد الاعتماد من الاتحاد في تأكيد توافق المؤسسة التعليمية وهي جامعة النجاح الوطنية مع أهم وأرقى المعايير والممارسات العالمية المعترف بها في هذا الاتجاه. أيضا هذا يعزز الثقة، لأن حصولنا على اعتماد من الاتحاد العالمي يساهم في بناء الثقة، سواء ثقة المؤسسات الطبية بالعالم بطلبتنا أو ثقة طلابنا أيضا بجودة التعليم المتعلق بما تقدم جامعة النجاح الوطنية. وأيضا هذا يوفر فرص وظيفية ليس فقط في فلسطين، إنما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكل دول العالم، إذ يساعد هذا الاعتماد في زيادة الفرص الوظيفية للخريجين من المؤسسات التعليمية المعتمدة في هذا الإطار. وبالتالي فإن هذا الاعتماد الذي يشكل يعني نتاج وحصاد لجهود مجموعة كبرى من الطلائعيين وفي مقدمتهم مجلس أمناء الجامعة ومشفاها الجامعي وإدارة الجامعة وفريق كبير من العاملين ممثلا برئيس الجامعة ونوابه ومساعديه والزملاء في كلية الطب وفي مستشفى النجاح الجامعي. نعم. هذا يؤكد اهتمام جامعة النجاح الوطنية دائما بالنوعية، وهذا أخي أبو كريم. نعم. يعني اعتماد جاء بعد فحوصات دقيقة للغاية من لجنة دولية يعني أكدت بأن جامعة النجاح الوطنية اليوم ترتقي إلى مستوى الجامعات العالمية في التعليم الطب. نتمنى التوفيق دائما لجامعتنا وكل الجامعات الفلسطينية ولا طبعا طلابنا والدكاترة وإدارة الجامعة. شكرا على كل هذه الجهود العظيمة المبذولة على أن في الآخر يكون هناك بذرة نجاح. صباح الخير يا جامعة النجاح.